صباح الخير او مساء الخير على جميع في فيديو جديد النهارده من قناه الرفيق منين. انت بنفس معاكم احمد التوني. ده الجزء الخامس يا جماعه من محور جمال عبد الناصر. بنستمر السلسله دي، بدات معانا من دريم لاند، خدنا وصلة المريوطيه، وبعد كده بعد كده دخلنا محور جمال عبد الناصر، وادينا ايه، ادينا مستمرين. دي فتح على يمنا اهو جملة ماركت في محور جمال عبد الناصر. هو منتشر عندنا في اسكندرية اكتر طبعا بكتير. قابلنا إشارة أخرى، بس خلاص هي قبل ما نوصل لها كانت فتحت. بصوا بقى يا جماعة إيه، من على لو طلعت الكوبري الجامعة الأمريكية ومحور محمد بن زايد والعاصمة الإدارية، من جنب الكوبري زي ما إحنا هنخش كده، ده يودينا على ايه، محور الجزيرة، المنطقة الصناعية، شارع 90 الجميل. ادينا ايه بنتجول، هو ده محور الجزيرة يا جماعة. وبيقول لك طوالي 90 الجنوبي، لو عايز 90 الجنوبي. اتذكر برضو ان المحاور دي كلها بتاع ده، كلها مطبات.
شوية بالانس على يمين اهي، شوية محال تجارية كده ايه فاتحين. الجامعة الأمريكية هي الجامعة الأمريكية في وشنا اهي على الشمال، الدخلة اللي احنا دخلنا ايه دخلنا منها يمين دي على شمالنا ايه السوق بتاع الجامعة الأمريكية. على شمالنا اهي، احنا بالنسبه لنا احنا هناخد ايه؟ هناخد يمين من هنا طبعا. ده مول تجاري اسمه سبوت، ذا سبوت، اكل السمك فتح فيه ومعامل البرج والسيده، كبابجي السيده، انشطه تجاريه فاتحه ايه فاتحه جوه
فرانس على يمينه. كده يا جماعة نبقى وصلنا ايه؟ وصلنا قلب التجمع، وكده الفيديو بتاعنا يعتبر انتهى. استاذنكم اللي عجبوا الفيديو يعمل اشتراك في القناة ويدوس لايك، اللي ما عجبوش الفيديو قولي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.